أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. ضيف هذا اليوم هو الأستاذ مصطفى شعول، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط، وهو في نفس الوقت رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط. ضمن هذا السياق سوف نتحدث عن موضوع ذو أهمية كبيرة من حيث الراهنية ديالو، يتعلق الأمر بتطورات المهنيين النقل على المستوى الوطني والمستوى الدولي. سي مصطفى أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا، وشكرا مشاهدي الكرام، وشكرا على الاستضافة. كيف حال سي مصطفى؟ اللهم لك الحمد. جيني مع الدخول الاجتماعي اليوم فاتح شوتنبير، كنعتبره واحد الدخول الاجتماعي بالنسبة لكم انتم كمهنيين، شنو كتنتظروا من هذا الدخول هذا؟ أولا المناسبة شرط هو الدخول الاجتماعي، ومعه كذلك الدخول السياسي، لان ما هو اجتماعي مرتبط بالقرارات السياسيه ديال الحكومه. الانتظارات ديال المهنيين ديال النقل بصفه عامه، مهني النقل ديال الطرق، هي انتظارات كبيره وكبيره جدا، وعقد المهنيون امل على الحكومه الحاليه وعلى كذلك الوزاره الوصيه، لان منذ تولي سي محمد عبد الجليل يعني المسؤوليه على راس وزاره النقل واللوجيستيك، لاول مره بالمناسبه في التاريخ ديال المملكه المغربيه هناك وزاره خاصه بالنقل واللوجيستيك. طبيعة الحال كانت مجموعة ديال اللقاءات في إطار المؤسسة ديال الحوار مع الوزارة حول المشاكل المرتبطة بقطاع النقل بصفة عامة، وتعقدوا الاجتماعات ديال اللجان التقنية ديال كل القطاعات، وكذلك تم الاتفاق على مجموعة ديال النقاط كأولويات من أجل التنزيل ديالها أرض الواقع، وفي إطار المتابعة ديال الحوار وديال النقاش، لأن قطاع النقل فيه تراكمات في أعطاب يعني كبيرة ما يمكنش نحلوها بين عشية وضحاها، ما يمكنش نحلوها في سنة أو في سنتين، ولكن كان لابد ان كل ما تم الاتفاق عليه مع الوزاره الوصيه في كل قطاعاتنا كان لابد ان ننزلوه في ظل هذا الغلاء التصاعدي والغير المسبوق، لان مع الاسف الشديد انا كنقولها يعني الزهر ديال السي محمد عبد الجليل جا بغى يصلح حسب ما يعني ما لمسناه في هذا الرجل، ولكن الازمه ديال المحروقات ارخت بضلالها على قطاع النقل، لان في كل مره الزيادات، الانخفاضات، تسجيل في الإعانة، المهنيين يترقبون ينتظرون، كل هذه الأمور هذه بطبيعة الحال أثرت على المسار ديال الحوار. إذا الدخول باش نختم، أنا كنحاول ندير واحد الإحاطة يعني مقتضبة، الدخول سيكون دخولا اجتماعيا استثنائي هذه السنة نظرا لهذ كل هذه الأمور اللي تكلمنا عليها. هناك احتقان اليوم في قطاع النقل الطرقي بصفة عامة، لابد أننا نشير هذا الأمر ما نخفيهوش، كاين احتقان، كاين تدمر، واللي ما بغيناش حنا كمهنيين ديال النقل ان هذيك الثقه اللي حاولنا نبنيوها مع الوزاره الوصيه ومع الحكومه في الترافع على القضايا ديال المهنيين ديال النقل ما بغيناهاش يعني الدرجه ديالها تنخفض، لان ما بقاتش الثقه متبادله بين كل المكونات وبين المسؤولين، انا ذاك غادي تقدر يعني نخليو الامور تمشي لواحد الاتجاه هو اللي ما بغيناش نمشيو ليه، لان حنا نريد اصلاحا لقطاعنا ونريد التطور له، ونريد ان البلاد ديالنا تكون غدا في المسار ديال عطيني فكره سي مصطفى حول اللقاء الاخير والاجتماع الاخير اللي عقدته مع وزير النقل، لانه كان يضم عدد من التمثيليات، البعض اكمل الحوار، البعض انسحب، البعض ندد بمخرجات هذا اللقاء هذا. انتم داخل يعني المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستيك، كيفاش شفتوا هذا الحوار هذا؟ واش كاين امل في التغيير؟ شنو هي النقاط العالقه، النقاط اللي اتفقتوا عليها؟ كيف ما اشرت اليه استاذ الكريم، ان يعني اللقاءات ديال اول ديال امس واول امس، واعتقد كاين لقاء اليوم يوم الجمعه، اللقاءات جات في اطار لجنه تقنيه. احنا داخل المنظمه ما يعني ما سجلناه هو اننا انتهينا من العمل ديال اللجنه التقنيه، ووقعنا محضر مع السيد وزير النقل شخصيا كلجنه ديال القياده من اجل اجراء ديال مجموعه ديال النقاط التي لم يتم تنزيلها الى حدود الساعه. الدعوه جات في واحد السياق يعني في نهايه العطله او في وسط العطله، جات في وقت يعني بدا واحد الاحتقان كيظهر يعني في الصفوف ديال المهنيين ديال النقل الطرقي بصفه خاصه ومهنيين ديال النقل بصفه عامه، من جراء هذوك الزيادات المتتاليه، لان دائما كما قلت الموضوع ديال الغازوال هو اللي غيقدر يدير لنا ذاك لو ديزيكيليبر ديال اي مسار ديال الحوار مع الوزاره او مع الحكومه. اذا كاين بعض مجموعه ديال التمثيليات هي عبرت عن يعني الموقف ديالها، وهي يعني لها الكامل الاستقلاليه انها تعبر عن الموقف ديال عدم الحضور لهذا الاجتماع، كيف ما قلت لي جا في واحد الظروف، وحتى الدعوه ديالو كانت غير واضحه، واعتقد ان بعض الجمعيات وبعض الهيئات هي يعني حضرات للقاء، لقاء ما كيخرجش على تذكير يعني حسب ما بلغنا التذكير بما تمت مناقشته من قبل تقريبا سنه هذه. اذا الوزاره خصها تكون جاده في التعامل مع المهنيين، لان المهنيين ابانوا
خصوصا في السنتين الاخيرتين ابانوا على المسؤوليه اللي كيتحملوها وشاركوا في كل الجولات ديال الحوار وقدموا المقترحات واتفقنا جميعا على الاولويات، لان ما يمكنش ان القطاع فيه مجموعه المشاكل وما نتفقوش على اولويات بما يخص السنه ديال 2022 الى حدود الساعه كيف ما قلت واكد هذه الاولويات. يمكن انني نتكلم على خصوصا في قطاع النقل الطرقي للبضائع ان يعني تغيير شروط الولوج الى المهنه، لان ما يمكنش اليوم نخليو القطاع اي كان يجي يولج لهذه المهنه، لان هذا التراكم ديال هذه المشاكل ديال القطاع منذ التحرير ديالو هي اللي عطاتنا هذه النتائج. كذلك لابد ان يكون واحد بيان ديال الشحن ويكون رقمي باش توضح يعني توضح هذا الامل، وهذا الامر ديال الشحن هو مرتبط بالتكلفه المرجعيه وكذلك بلانديكساسيون بالنسبه للمقاولات اللي عندها عقود، يعني المقايسه الجزئيه للمحروقات، لان مجموعه ديال المقاولات كتبرم عقود ديال العمل، ولكن مع الاسف الوقت اللي كيتزاد الغازوار ما يمكنش ترجع عند تقول ليه فوالا خصك اذا العقد وشريعه المتعاقدين. كذلك كان الموضوع ديال التسويه ديال المركبات اللي كيتراوح الوزن ديالها الاجمالي بين 3 طن ونص و 19 طن، لان هذا الاشكال اللي اليوم يفر من العمليه ديال المراقبه ديال الحموله، وهذا الشيء ديال الحموله الزائده هو اللي خلق مشكل كبير وكبير جدا في القطاع ديال النقل الطرقي للبضائع. وكما كتشاهدوا انتم كصحفيين وكيشاهد الراي العام مجموعه ديال الشاحنات، كنشوفوا حوادث ديال السير، كنشوفوا منشات فنيه بنيه تحتيه تدمر اللي كتقام بالملايير وكتخلص من جيوب بطبيعه الحال دافعي الضرائب. اذا كل هذه الامور احنا اتفقنا عليها مع السيد الوزير ان خصها تلقى لها حل كاولويات في سنه 2022 على اساس ان في سنه 2023 اللي هي السنه الجاريه اننا نتكلموا على يعني على النظام الجزافي الضريبي للمقاولات الصغرى، وكذلك التمثيليه ديال القطاع والحسم فيها، لان هذا الموضوع يؤرق بال الوزاره. وكذلك احنا كمنظمه طبيعه الحال اليوم ان ما يمكنش اليوم احنا كمنظمه نجتهد ونشتغل في اطار قانوني ونؤطر ولدينا مكاتب جهويه ومكاتب وطنيه في بعض القطاعات ونشتغل ليل نهار ومنفتحين على الجسم الاعلامي وتابعي على المواقف ديالنا، وكيجيو مجموعه ديال الناس مع الاسف محسوبين على القطاع اليوم اللي غادي يقدروا يعني ما يخليوش هذه السيروره وهذا العمل غادي في الاتجاه ديالو الصحيح. لابد ان الوزاره تحسن في التمثيليه ديال القطاع، وهذا كان كذلك رد لنا. كذلك تعديلات ديال مدونه السير، طرحات علينا تعديلات مدونه السير، حنا كمنظمه بشراكه مع الشبكه الوطنيه المغربيه عفوا للنقل والسياق المهني ضمن ندوه وطنيه حول هذا الموضوع، وتقدمنا التعديلات يعني اللي كيبان لينا حنا كمهنيين ديال النقل لا في موضوع ديال النقل بصفه عامه ولا كذلك في الموضوع ديال السياق المهني، لانه مهم ومهم جدا. كان لابد ان مجموعه ديال المواد انها تحين بحكم يعني المتغيرات اللي وقعت منذ 2016، لان المدونه كما كيعرف الجميع تعدلات صدرات في 2010 وتعدلات في 2016، ولكن كان لابد ان الملائمه ديالها مع كل التطورات المهنيه خصوصا ما على مستوى السياقه المهنيه. طبعا عدد ديال النقاط اللي تكلمت عليها، ولكن كما قلت في البدايه على ان ما يؤرق او ما يشوش على هذا الحوار وهذا المخرج هذا كله هو ارتفاع المطارد ديال الغازوان. صحيح. الان خلال شهر غشت 4 إلى 5 حتى اليوم حنا كنجري هذا الحديث، هذا كاين زياده ديال الغازوان. شنو هو الاثر السلبي اللي كيمثل هذه الارتفاعات هذه المتتاليه والمتزايده على المهنيين النقل؟ هو الاثر سلبي وسلبي جدا، لان اليوم التكلفه ديال النقل هي مرتبطه بالغازوال، باش نكونوا واضحين، لان الغازوال الا ما درتيش الغازوال النقل الطرقي ما يتحركش في جميع المجالات لا في النقل الجماعي والعمومي ولا كذلك النقل الطرقي للبضائع. التكلفه هي اليوم اللي غتوصل بهذه الزيادات الاخيره وعدم المواكبه ديال المهنه، رغم ان هذيك المواكبه او الاعانه هي غير كافيه نهائيا، لان حتى غنتكلموا عليها لان هي اعانه تعلنها الحكومه ما عندهاش مرسوم ينظمها، ما عندها ماشي دعم، لان هنا الناس كيتكلموا على ما هو شهري، هي اعانه جابتها ومواكبه جابتها الحكومه ودارت بلاغ في شهر مارس 2023 وخلاته حسب القرار السياسي اللي غيتخذ داخل المجلس الحكومي ان اما يخصو او ما يخصوش. اذا الانعكاس ديالو هو انعكاس مباشر، اذا كل المقاولات النقليه اليوم اذا استمر الحال على ما هو عليه والحكومه ما يعني ما لجاتش للاجراءات قانونيه، انا كنتكلم اجراءات قانونيه بما فيها التسقيف بما فيها الغازوال المهني اللي مالا الكل اللي خضع النظام الضريبي والكل ان العمليات ديالو يعني تكون واضحه او نيفو ديال لا كونتابيليتي، ولملا الغازوال المهني على غير مجموعه من خصنا نخمو فيه، خصنا نتكلموا في هذا الموضوع. هذا الحكومه ترفض ورفضا تاما ان الموضوع ديال الغازوال انه يناقش اما على مستوى الغازوال المهني او تسقيف اسعار. اذا كاين انعكاس مباشر، التكلفه اليوم ديال النقليه 60% كيديها الغازوال، اذا اش غادي يبقى لهاد المهنيين؟ وهذا الامر اللي كيخلينا ندخلوا يعني في المضاربات وفي المنافسه غير الشريفه وفي الحموله الزائده، وحنا كنشوفوا مجموعه ديال المظاهر مع الاسف الشديد، راه غير ستر الله باش نكونوا واضحين، لان على الطرقات
كاين واحد التنافس غير شريف في الطوناج. الشاحنات كل تقريبا واحد 90% ديال الاسطول ديال المركبات نقل الطرق البضائع لحساب الغير هما خارق القوانين. فين المراقبه؟ المراقبه ما كاينش. كل لي تيكست ريغلومونتير كاينين الماده 177 178 هذا واضح. خاطر كما قلت على الفنيه على حتى المنافسه على طبيعه الحال على مجموعه ديال الامور لان اليوم ما كاينش اليات ديال المراقبه. كاينه الاليات المراقبه وكاينه المواد القانونيه. المواد القانونيه واضحه يعني في المدونه التفعيل في التنزيل وفي التنزيل. وهذه كانت نقطه كذلك خلافيه بين الوزاره وبين مجموعه ديال الهيئات النقابيه, لان اليوم ما يمكنش اليوم نبقاو نستمروا في هذا الوضع. هذا الوضع هو يعني يؤثر على المقاولات, يؤثر على القطاع, وكذلك ما كيضمنش تنافسيه شريفه داخل القطاع. لا يمكنش اليوم انا مستثمر كنستثمر في واحد المركبه او عندي شركه ديال النقل وعندي الاداره ديالي وكنشتغل وكنحترم يعني الاوزان اللي مسموح بها وكنحترم كل الشروط ديال الشغال, وكيجيو بعض المقاولات او بعض المهنيين ديال نقل البضائع وكيضطروا انهم باش يهودوا الثمن انهم يديروا داك الطوناج. وداك الشيء كياثر اولا على المنشات كيف ما قلت, على السلامه الطرقيه, على المركبات وعلى السياقه المهنيه, وكذلك على التنافسيه ديال القطاع. وما كيضمنش داك يعني ديك المنافسه الشريفه داخل. اذا هادو هما الامور الخلافيه اللي كانت فيها مجموعه ديال الاجتماعات, وكاين مع الاسف الشديد الى حدود الساعه الوزاره انا كنقول غير قادره على يعني على المضي قدما انها تنفذ هذه القوانين. وبطبيعه الحال غادي يكون الجميع معها, كل غيكون جنب. انتم كصحافه كراي عام ان باش بغينا نطبقوا القانون, راه القانون هو اللي باش غيقدر يسد القطاع وتقدر تمشي البلاد ديالنا. لان بدون قوانين وبدون حفظ السلامه الصحيه والمهنيه والسلامه على الطرقات راه ما يمكنش نزيدوا الامان.